وفي لقاء خاص مع اون لايف اشاد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به المستشفيات الجامعيه في مصر، مؤكدا ضروره مشاركه مؤسسات المجتمع المدني والشركات ورجال الاعمال في دعم المستشفيات الجامعيه. المستشفيات الجامعيه فيها ما يقرب من 32 الف سرير، 110 مستشفى على مستوى الجمهوريه. بنتكلم على اعضاء التدريس وهيئه معاونه مؤهلين بشكل كبير جدا، بنشوف ما يقرب من 17 مليون مريض سنويا، بيتعمل ما يقرب من 200 الف حاله جراحه دقيقه سنويا. كل الكلام ده محتاج تكاليف ومحتاج امكانيات عاليه جدا. لا يوجد في العالم كله مستشفيات تتبع الدولة بتقوم بهذا العمل الكبير لقطاع كبير جدا من المرضى من غير ما يكون في دعم. الدولة لا تستطيع انها تدعم اي مستشفى بشكل كامل. ومن هنا زي ما احنا يمكن شفنا كان في دور للمجتمع المدني، في دور للمشاركة المجتمعية من بعض البنوك زي البنك الاهلي وبنك مصر.